السلام عليكم شباب، شلونكم زينين ان شاء الله، ساعة مقبول ان شاء الله وربي يتقبل الطعام. اليوم محاضرتنا الثانية للأسبوع الثاني من الفصل الثاني لهذه العام الدراسة في تقنيات أجهزة التخدير. أنا أستاذكم عبد القاسم الحامد. وصلنا مثل ما تعرفون للباترن اوف ميكانيكال فنتيليشن، اللي هو اهم شيء بالميكانيكال فنتيليشن، اللي هو جهازنا الفنتيليتر. شنو اهم شيء باترن؟ another word that mean modes، يعني الانماط. الباترن يعني الانماط، انماط الفنتيليتر. عندنا هواي انماط. المهمات اللي انا ذاكرها عندكم هنا هي الفوليوم كنترول فنتيليشن، اوكي، اللي هي في سي في، فوليوم كنترول فنتيليشن. اذا تعرفونهم وتحفظونهم مثل اسماءكم يعني عن ظهر قلب، لان انا حتى اجيبهم بالامتحان. زين، من ضمنها اي، اللي هي شنو قلنا، اي سي في اسيست كنترول فنتيليشن، والانترميتد مانديتوري فنتيليشن كلش مهم، وال SIMV اللي هو يسموه common mode، اللي هو المود الشائع بكل الفنتيليترات، synchronized intermittent mandatory ventilation، اوكي، والبرجر control ventilation، والبرجر support ventilation، والسبيشال باترن اللي هي انماط خاصه. مود اور بريث باترن، شنو يعني المود؟ زين، احنا على بدنا نعرف شنو المود لازم ناخذهن وحده وحده، واضح؟ CMV اللي هو conventional control ventilation without allowance for spontaneous breath، many anesthesia ventilators operate in this way. يعني بهذا الكنترول او بهذا المود او بهذا النمط مثل ما تعرفون. زين، سوري، لان هذا عنده انت فيروس كنك على النت. conventional control ventilation without allowances for spontaneous breathing، many anesthesia ventilators operate in this way. يعني شنو؟ البيشنت هنا ما إلى أي دور بالنفس، just control نفس فقط الفنتيليتر. assist control another mode where assisted breath are facsimiles of controlled breath. يعني هنا يعتمد بس احنا نجبر او نساعد اسيست كنترول. ان شاء الله بالعملي وحده وحده اشوفكم. انترميتنت مانديتوري فنتيليشن، وات داز ات مين؟ انترميتنت من اسمها، انترميتنت يعني شنو؟ المتقطع. مانديتوري الاجباري، فنتيليشن التهويه الاجباريه المتقطعه، which makes control breath and spontaneous breath، اللي تخلق بين الكنترول بريث الانفاس المسيطره والسبونتينيوس، يعني بين انفاس المريض وانفاس الجهاز. البريث may also be synchronized to prevent stacking. Okay, the pressure support where the patient has control over all aspect of his or her breath except the pressure limit. Okay, the volume control ventilation. Now look to this picture. بعالي على هاي الصورة. شوفوا ال assist control ventilation وال curve مالته، inspiration expiration، وشوفوا synchronize. The synchronize هاي base اللي هي من الصفر ليش اسمها هاي base، هي توقف النفس، انتظار الجهاز انه المريض يتنفس لو ما يتنفس، يعني الجهاز راح ينتظر المريض، اذا ياخذ ما يدفع له، واذا ما ياخذ يدفع له، اوكي، اذا ياخذ نفس ما يدفع له، يعني سنكرونايز مستقطب مع نفس المريض. ليش هو common modes؟ المودز اوف فنتيليشن، assist control ventilation. In this mode the ventilator provides a mechanical breath with either a fixed tidal volume or peak pressure every time the patient initiates all the breathing. Traditional assist control uses only a breathed tidal volume when a breathed peak pressure is used. This is also sometimes termed intermittent positive pressure ventilation or IPPV. Now look at this هذا المختصر. Synchronized intermittent positive ventilation. In this mode هنا المود اللي ما النقطة اللي ما وضحتها لكم، assist control، هذا من اسمه assist control، من تسمعون كلمة control معناها الجهاز هو المسيطر على نفس المريض. every time pressure every time the patient initiates a breath. اوكي، هنا synchronize in this mood اللي هو كلش مهم، انتبهوا لي هنا رجعا على هذا المود كلش مهم، اسمعوا اللي هو synchronize intermittent mandatory شنو ventilation.
In this mode, the ventilator provides a preset mechanical breathe pressure of volume limited. أنت تحدد أما pressure volume أو pressure أما volume control أو pressure control every specific number of seconds determined by dividing the respiratory rate into 60. ليش؟ لأنه الدقيقة عبارة عن 60 ثانية. Thus, a respiratory rate of 12 or 12 result in 5 second cycle time. Within that cycle time, the ventilator waits. شوفوا ينتظر for the patient to initiate a breathing using either a pressure or flow. هنا راح ينتظر المريض أو للفنتيليتر ينطي نفس وينطي نفس خلينا نقول أو 12 أنفاس بالدقيقة لكل 60 ثانية. 12 أنفاس بكل دقيقة اللي منه 60 ثانية راح يقسمهم. بنفس الوقت راح ينتظر waits for the patient to initiate a breath using either a pressure or flow sensor. راح ينتظر انه اذا ياخذ نفس عن طريق يتحسس اما عن طريق الفلو او عن طريق برجر. احنا اخذناها تريجرات التحسسات انه اما فلو اما برجر اما سايكل هنا عن طريق البرجر او الفلو. When the ventilator sense the first breath اول ما يحس باول نفس first patient breathing attempt within the cycle it deliver the preset ventilator breath. راح ينطي نفس. If the patient fails ها راح ما ينطي نفس. بينما إذا the patient fails to initiate breathing the ventilator delivers a mechanical breath. يعني ايش راح يسوي الفنتيليتر اللي يحس يريد ياخذ نفس راح يخليه هو يخليه attempt within cycle راح يخليه مع الدورة الهوائية مالته. أما إذا the patient fails يفشل في إنشاء to initiate breath يفشل في إنشاء نفس the ventilator delivers a mechanical breath راح يوصل لفد نفس اصطناعي at the end of the breath cycle من ينتهي ينتظر 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 ما يكون نفس راح هو يدفع له additional spontaneous breath after the first one then within one within the breath cycle don't trigger another SIMV breath okay synchronous intermittent monitoring ventilator Control mechanical ventilation هي CMV. هنا عكس ذاك. In this mode, the ventilator provides a mechanical breath on the preset timing. Patient respiratory effort, okay, are ignored. What does it mean ignored? يعني يتجاهل نفس المريض أو جهد المريض. Patient respiratory efforts are ignored. يعني جهد نفس المريض. Patient respiratory efforts جهود نفس المريض. تستثنى تتجاهل من قبل يعني هو ياخذ المريض نفس وينطي نفس ما ياخذ نفس هو ايضا ينطي نفس this is general uncomfortable يعني كلش غير مريح for children and adults who are conscious يعني هو صاحي او بي خلينا نقول نسبه الجلاسكو ان شاء الله اعطيكم المحاضره مال جلاسكو كوما سكيل اللي هي نسبه وعي المريض هو واعي وصاحي and is usually only used in unconscious patients نستعملها بس بالمرضى الغير واعي it may also be used in infants who often quickly adapt either breathing pattern to the ventilator time من عمل دا يقول لك دائما وعي الجنين زين البرجر سبورت فنتيليشن هذا مود كلش حلو اسمه سبورت اللي هو شنو هم برجر هم سبورت تهويه مسانده للضغط this was developed as a method to decrease the work of breathing تعرفون شنو مصطلح work of breathing work of breathing هو الايفورت مال البيشنت اللي هو النفس مال المرات المريض ما يقدر يتنفس فيريد يدخل هواء بخطيه هو ما يقدر عضلاته تعبانه ويريد يدخل هواء فيصير عمل عنده جهد زايد يسموه work of breathing عمل النفس اذا يزيد عمل النفس راح تتعب العضلات وهذا الشيء كلش متعب للمريض فعلى مود نقلل عمل العضلات نعطي support يعني اسناد نفس زايد اوكي okay. breathing in between ventilator mandatory breathing thus for example للمثال SIMV might be combined with pressure support ventilation so that additional breath beyond the SIMV programmed breath are supported however على أي حال while the SIMV mandate to breathe have a preset volume or peak pressure the pressure support ventilation breath are designed to cut short when the inspiratory flow reaches
a percentage of the peak inspiratory flow. يعني شو يقول لك هنا؟ أما بعض المودات أو بعض الفنتليترات اللي بهم كومباين متحدة هم SIMV وياه برجر صبار. يعني أنا أقول لك إنه SIMV مني راح يتحسس ماكو نفس للمريض، ينتظر راح مثل ما قلنا ينتظر أكو نفس للمريض، يتحسس الجهاز أنه أكو نفس للمريض فيقعد أو يسكت ما ينطي، يخلي نفس المريض نفسيته يوصل للرئة. إذا ويا براجر سبورت راح نفسيته هذا النفس مال المريض نفسيته هو يزيد ويا براجر، يزيد بس براجر ما ينطي نفس كامل اللي هي 12 نفس بالدقيقة، لا بس مجرد سبورت. أوكي مثل بيك أو بيك براجر راح ينطي في قمة ضغط. The pressure support breaths are designed to cut short when the respiratory flow reaches a percentage of the peak inspiratory flow. Example 10 to 25%. Also, the peak pressure set for the pressure support ventilation breath is usually is lower pressure than that set for the synchronized intermittent mandatory ventilation. Breathe. So the pressure support ventilation can be also be used in a dependent mode. يعني الوحدة مو مختلط أو combined with the SIMV. زين continuous positive airway pressure اللي هو تدمود كلش حلو ومود كلش يعني سهل، وهذا نستعمله عادة بالمرضى اللي هم full conscious بس يراد لهم positive pressure. مرات نقول سبورت براجر، مرات نقول بوزيتيف براجر، مرات نقول لا كنترول. هذا اللي كلهم تحفظونهم تفرقون اللي بيناتهم. A continuous level of elevated pressure is provided through the patient circuit to maintain adequate oxygenation, decrease the work of breathing, okay, and decrease the work of the heart, such as a left side heart failure. تقول هنا أنا وين نستعمل؟ انه منخل ننزل decrease work of breathing و decrease the work of heart، قلل عمل القلب لانه راح تكون continuous، القلب مرتاح ما يضخ دم الغير مؤكسج اكثر، لانه الدم الغير مؤكسج اكثر راح تستخرجه نفسيتها الفنتليتر او الماكينة الهوائية او الفنتليتر اسمه صح اللي هو CHF اللي هو شنو left or chronic heart failure. Note ملاحظة that no cyclicking of ventilator pressure occurs and the patient must initiate all breathing. شوفوا ماكو أي دورة للفنتيليتر بس المريض initiate هو يبدأ كل الأنفاس، هو يتنفس بس أنا مجرد أعطيه pressure continuous. In addition بالإضافة no additional pressure above the continuous positive airway pressure is provided during those breathing. Okay, the CPAP, your continuous positive airway pressure, may be used invasively through an endotracheal tube or tracheostomy, or non-invasively with face mask or nasal bronch. I am the magna, and now what? The patient full conscious, but ama under tube, ama under tube. Positive and expiratory pressure, اللي هو نقطة أيضا بالغة بالأهمية. Positive and من اسم and يعني آخر نهاية للزفير أو نهاية أخيرا للزفير is functionally the same as CPAP but refers to the use of elevated pressure during the expiratory phase. ونفس السباب لكن نهاية بالelevated pressure بيستعمل بنهاية آخر زفير، أطلع آخر زفير phase of the ventilator cycle after delivery of set amount. شوف amount يعني نهاية أو قمة of breath by the ventilator the patient then exhales passively راح ينطرح بصورة عكسية أو نسبية. The volume of gas remain in the lung after a normal expiration is termed the functional residual capacity. فأكو بعض الغازات اللي هي remain تبقى داخل الرئة على مود أقل هاي الغازات. The functional residual capacity primarily determined by elastic qualities of the lung and the chest wall. In many lung disease the functional residual capacity is reduced due to collapse of the unstable alveoli leading to a decreased surface area for gas exchange and intrapulmonary shunting with wasted oxygen inspired adding PEEP can reduce the work of breathing at low levels and help reverse the functional residual capacity. Now look to this paragraph اللي هو PEEP. Look to the PEEP. PEEP does mean there is amount اكو قمة اكو PEEP. Okay, I'm a cigar. Look at the curve, it's very
a continuous and just line. Any shade ventilator setting? I think for this or for here we can end this lecture because we reached to the 15 minutes. يعني وصلنا ل 15 دقيقة لازم أوقف المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله.